السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده موقع كويسة اللي تساعدك في التصدي للهجمات الشرسة والهكر. أول حاجة ممكن تعملها هنا إن أنت تعمل سيرش مثلا على أسد معينة أو سيرتيفيكيت معينة أو صور معينة بحيث إن أنت تتأكد منها. ممكن تدور مثلا على موقع معين تتأكد هل الدومين ده مثلا فيه أي مشاكل. طيب خلينا مثلا أنت لقيت موقع وبتبدأ تدور عليه، مثلا خلينا نشوف جوجل دوت كوم او دوت نت مثلا. لو انت شكيت ان دوت نت ده كويس او وحش، مجرد تكتب اي موقع بيبدا يقول لك تقدر تعمل سكان، يبدا يقول لك ايه المشاكل اللي موجوده فيه. تمام، بيبدا يفحص لك كل حاجه ويجيب لك تقرير بكل الحاجات اللي فيه، زائد ان هو في الديفلوبر لو انت عايز تعمل تطبيق يتواصل يفحص اي موقع وباسمك، مفيش مشكله خالص تقدر ان انت تتطور حاجه زي كده. تقدر تسطب ادنس بحيث ان طول ما انت شغال تبدا تفحص المواقع اللي انت بتزورها، هو بيجيب لك تقرير المشاكل اللي موجوده في الموقع، واذا كانت في شفره سريه تقدر انها تسرق المعلومات بتاعتك او كده، وتقدر ان انت تصدر التقرير ده اللي بي دي اف. تمام، بيبدا بقى يجيب لك ان التقارير والاضرار اللي ممكن تبقى موجوده فيه وكل التفاصيل الخاصه بالموقع دوت. تقدر تسطب أداة تفحص لك ومجاني، وبتلاقي تقارير وآخر الأخبار في موضوع الهاكر والتطورات، وهنا تقدر تربط الموقع بتاعك تمام بالتطبيق اللي هنا. فأنا شايف إن هو موقع ممتاز يستحق الزيارة.